الساحة. طيب لما في البحرين يعني كان في نبذة بداية حركة ما شاء الله تم يعني الإقصاء عليها بكل ما أوتوا من قوة، وهو ده السؤال، هل في البلدان الصغيرة زي البحرين وغيرها بيبقى صعب إن ده يحصل لأن بيبقى فيه إحكام أكتر من قبل السلطة أو من قبل النظام على هذا المكان باعتباراته الجغرافية على الأقل ما فيش خالص هي يعني؟ طبعا الحشد الجماهيري بيدي قوة وثقة للمتظاهرين، اما واجه 100,000 غير لما واجه 200 300 او 2000 3000. طبعا الحشد الجماهيري قدرتك انك تحشد جماهير في الارض ده بيديك قوة تقدر ترضع بيها الدولة. بس هو ليه مواجهة؟ ما لكن دي الفكرة ايوه، لكن هقول لك يعني مش بس أنا لكن مش بس صغر الدول وبالتالي يعني صغر اعداد المتظاهرين، لكن ايضا الخليج، دول الخليج بشكل عام سواء الدول الكبرى او الدول الصغرى، اعتقد ان هي هتدير ما تعتبره ازمه الان، هذا المد الثوري في رأيي. الوطن العربي، بكل حكمه وبكل حزم مع بعض. الحزم انك بيتم استخدام منذ اللحظه الاولى القوه لمنع المتظاهرين. الحكمه اللي هي محاوله احتواء المطالب، ان احنا بنشوف كتير جدا من المنح الاقتصاديه وتحسين واستجابات زي ما حصل المرتبات من مثلا السعودية والاستجابة لدرجه انا في لتعيين رايي المرأة في البرلمان لا، ولا وتوزيع الاموال مباشره على الناس، يعني مش مثلا مش هنصلح هيكليا الاقتصاد مثلا زي ما بنقول عندنا في مصر ولا في دول اخرى، لا نتكلم على انه عايزين المواطن مباشر، نتائج يشعر مباشرة. في التو واللحظه بان هناك ايه قفزه اقتصاديه حصلت ليه حياته. فانا في رايي ده محاوله لاحتواء المطالب التغيير السياسي. وفكره ايضا زي ما قلت المراه، يعني احنا كنا دايما بننتقد النظام السابق انه يتكلم على حقوق المراه وحقوق المجتمع باعتبار ان هي دي كده حق الديمقراطيه، لا احنا بنتكلم ده مجرد ملمح على اهميته لكنه ليس الملمح الرئيسي في صياغه نظام ديمقراطي. فهو يعني السعوديه تقتفي او الدول الخليج تقتفي نفس الاثر، فكره نفس الفكره ان احنا نروج ان احنا بنوجد نحدث اصلاحات ولكن في المطالب يعني الهامه ولكن ليس الرئيسيه التي بالفعل تغير النظم من جذورها تجعلها النظام، يعني ممكن يكون عندي ملكيه دستوريه ولكن ديمقراطيه. انا لا اتحدث عن اسقاط ملكياتك، انا اتحدث عن اصلاح نظم حتى تكون اكثر تمثيلا للمجتمع. سمعنا كتير قوي من اول ما بدات الثوره او الحركه او ايا كان يعني، ومن اول ما بدا الربيع، الثوره المستمره الثوره المستمره حلوه، من اول ما بدا حتى الربيع العربي والربيع العالمي وكده، نظريه المؤامره عندنا ما شاء الله يعني فعلا متفشيه، وكلمنا حتى فيها كتير جدا من خلال نهارك سعيد، وكلمنا هل دي مؤامره ولا مش مؤامره والايادي والكلام دوت يعني. وهو ده السؤال، هل من ضمن نظريه المؤامره الفظيعه يعني ان في خطة لإعادة تقسيم العالم العربي وتقسيم الدول وإعادة تشكيل يعني خريطة أو جغرافية العالم العربي من خلال هذه الثورات؟ رأي حضرتك إيه كبقى محاضرة سياسية؟ هو في مؤامرات ولكن انا الهدف الرئيسي، لكن انا بقول ما نقعدش نقول في مؤامرات في مؤامرات ونقعد ايه يعني عمليه جلد الذات وان احنا مستهدفين هذا الكلام رايي يعني سلبي جدا، يعني نعترف بهذا الواقع ان احنا منطقه هامه من العالم، لا يمكن لاي دوله كبرى او قوه كبيره انها تتجاهل هذه المنطقه، لابد انها تحط ايديها فيها. ده الف ب مصالحهم، ألف ب مصالحنا احنا، ألف استعمار حتى من زمان، ألف ب مصالحنا ازاي نواجه هذه المؤامرات. يعني انا لا اقف عند حد الاعتراف بالمؤامره، بل لابد ان استمر الى كيف اواجه هذه المؤامره. اولا بان انا امنع نفسي ان اكون قابله للتدخل، يعني احنا بضعفنا وانقسامنا انا بترك الفرصه للايادي الخارجيه او حتى الداخليه ان تلعب بمنتهى السهوله ونقول اصل دي مؤامره، لا ده احنا اللي ساهمنا في نجاح هذه المؤامره. وده يقودنا لفكره نبي الاحداث اللي بنشوفها في مصر مؤخرا، دايما نشير الى المؤامره وانا معاهم وايادي وخفي، فين عايزين نمسك ايد واحده من الايادي الخفيه دي، يعني عايزين نمر نتيجه تحليل تحقيق عفوا تحقيق نشوف اسامي ناس اسامي محرضين تم وضعهم في امام يا القضاء، جهات يا أي حاجة بحيث ان احنا المؤامره دي بيقوم بيها بتمشي على أشباح رجلين ببشر مش بعفاريت زي كاريكاتير الفنان عمرو سليم اللي شفناه في الشروق لا اول امبارح. في بشر بيعملوا هذه المؤامرات، فيهم رجلين وايدين جسم ممكن نمسكهم و يعني ايه نحاكمهم. اصل على فكره مؤامره مش شرط تكون اشخاص، يعني ممكن تكون افكار. حتى هذا الفكر يعني لا افكار، انا يعني تحاججني بالافكار ما فيش اي مشكله، انا لا اراها مؤامره، لكن تنفذ فكر هدام على ارض الواقع تتحول الى مؤامره، هنا لابد بقى من تدخل القانون. استاذه دكتوره تكداب الشرقاوي، استاذ السياسه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره، هيكون كلامنا مستمر اكيد لان الاحداث مستمره، فهنشوف حضرتك تاني في نهارك سعيد اكيد. شكرا شكرا لحضرتك. من هذا التحليل هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا موضوع مهم جدا، استنونا.